معنا هاتفيا من اسطنبول دكتور الكاتب مصطفى حمد أغلا، الكاتب السياسي التركي. مرحبا بك دكتور مصطفى. إذا وكالة بلومبرج الأمريكية تتحدث عن عقوبات أمريكية مرتقبة ضد تركيا بسبب صفقة S-400، هل تتوقع بالفعل فرض هذه العقوبات؟ أول مساء الخير لكم ولكل المشاهدين. أنا برأيي أن الرابح الأول هنا تركيا صراحة أكثر من روسيا. اليوم لكل دولة صراحة رمزية بعض الأيام، لذلك يا ربما كان هناك استعجال لجلب على الأقل بعض أقسام من منظومة الصواريخ S-400 في يعني مرور يعني ذكرى لنقل الانقلاب العسكري الفاشل، وهذا نوع من التحدي التركي صراحة للذين يعني ساعدوا على هذا الانقلاب. تركيا يعني كان موقفها صراحة ثابت ومبني على أدلة مقنعة وحجج يعني قوية صراحة، لا يستطيع الطرف الأمريكي دحض أو نقد هذه الأدلة. تركيا طالما قالت أنني أنا مع حلف الناتو وأنا أريد أن أظل في حلف الناتو وأطلب من الحليف الذي يعتبر حليف استراتيجي أن يزودني بمنظومة أسلحة، لكن عندما لا تزود تركيا وعندما تترك تركيا في يوم كانت بأمس الحاجة إلى منظومة الصواريخ عندما حصل خلاف مع روسيا، أدركت تركيا أنه لا بد صراحة من تنويع بدائل المصادر الأسلحة، ليست موضعا جديدا برأيي، لكن تركيا تريد أن يكون هناك تنويعا لمصادر الأسلحة، وهي حتى بعد يعني أخذ يعني صواريخ S-400 لا تزال تطالب وتصر وتعرض على أمريكا أنها مستعدة ل يعني شراء الطائرات F-35 وصواريخ البطريق. لذلك ربما يكون هناك ضعف في الموقف الأمريكي، ونحن نعرف أن الرئيس الأمريكي عندما قال أننا يعني أجحفنا بحق تركيا واتهم الإدارة السابقة بأنها لم تتعامل كما يجب مع تركيا، ربما هذا يضعف يعني الموقف الأمريكي، ولكن أيضا يجب أن نتذكر أن هناك دوائر أمريكية تريد أن يكون هناك بعض العقوبات على تركيا، لذلك الموقف الأمريكي يعني ليس قويا. نعم. وأظن أنه سيكون نوع من العقوبات لكن لن تكون هذه العقوبات مؤثرة على تركيا بشكل كبير. أردوغان أكد أن شراء أنقرة صواريخ S-400 كانت لحماية أمنهم القومي، وإلى أي مدى يعني أسهم هذا الموقف الأمريكي بما وصلت إليه الأمور حاليا، ولماذا هذا المنع الأمريكي؟ نحن نعلم أن في يعني هناك مراكز قوة في أمريكا، يعني اليوم الرئيس الأمريكي موقفه يختلف عن جنرالات البنتاغون، يعني هناك جنرالات صراحة لا يعني ليست لا تحمل نوايا جيدة بالنسبة لتركيا، وأغلب هذه الجنرالات هي تعود إلى أيام يعني عدم سماح تركيا للقوات الأمريكية بالعبور لاحتلال العراق في العام 2003. لا يزال هناك نوع من الحقد أو نوع من إرادة أن يعني عقوبة معاقبة تركيا على هذا التصرف الذي يعني كان هي في يومها صدمة بالنسبة للإدارة الأمريكية. ونحن نعلم أيضا أن هناك سيناريو في المنطقة يختلف، يعني هناك سيناريو تركي أمريكي يختلف عن السيناريو التركي، لكن هناك خلافات عميقة صراحة ما بين تركيا وما بين أمريكا. أمريكا لا تريد أن تفرط بتركيا. نعم. واليوم عندما استطاعت تركيا أن تأخذ صواريخ S-400 استطاعت أن تثبت لأمريكا أنها ليست ربما محتاجة لأمريكا، وأظن أن يعني حصول تركيا على الصواريخ ومنظومة الصواريخ سيعيد لتركيا ثقل، وربما سيجعل أمريكا أكثر حرصا على للمحافظة على تركيا وليس بالتفريط بتركيا. ماذا عن حلف شمال الأطلسي؟ كيف سيدافع عن دولة عضوة فيه هي تركيا أمام عقوبات قد تحصل لدولة ترفض هذه الصفقة أمريكا؟ الموقف حلف الناتو صراحة ضعيف جدا لعدة أسباب. أولا لأنه ترك تركيا يعني وحيدة أمام يعني روسيا، وتم سحب صواريخ الباتريوت في تلك الفترة، فراح نعرف أن يعني هولندا قامت بسحب صواريخ الباتريوت. أيضا هناك دول أظن يعني إيطاليا واليونان هي تملك يعني هذه المنظومة الروسية،
فالموقف هناك ازدواجية صراحة، لماذا يعني لا يعني يكون موقفا عقابيا تجاه تلك الدول، وإنما يكون هذا التهديد مغطى لتركيا فقط؟ هذا يضعف الموقف الناتو، ونحن نعلم أن تركيا هي الدولة الثانية الأقوى في حلف الناتو من حيث السلاح، والموقف الجيوفيزيائي الجغرافي لتركيا أيضا هذا مهم جدا بالناتو. لذلك أيضا موقف الناتو أظن أنه سيكون مجرد يعني تهديدات وليس أكثر. في المحصلة إذن، هل تتوقع أن تتطور هذه التوترات بين أنقرة وواشنطن، وما احتمالات أن ينجح أردوغان في حسم المعركة لصالحه؟ أنا أقول يعني لا يوجد هناك يعني بالسياسة أن يكون يعني ربح أو خسارة، إنما قد يكون الطرفين متضررين من بعض السياسات. يعني اعتراف الرئيس الأمريكي بأن يعني كان هناك إجحافا بحق تركيا، وعدم صدور أي بيان صحفي أو تأجيل بيان صحفي في البنتاغون في يوم وصول الصواريخ إلى تركيا، واتصال هاتفي ما بين رئيس وزير الدفاع التركي ونائب وزير الدفاع الأمريكي، والاتفاق على أن يأتي فريق لمناقشة المنطقة العازلة، كل هذه الأمور تشير على أن أمريكا لا تستطيع أو لا تريد أن يعني تقطع العلاقة مع تركيا، وتريد على الحفاظ على الخيوط ما بين تركيا. لكن أكيد يعني أنه سيكون نوع من بعض العقوبات ربما التي لن يعني تمس تركيا بشكل كبير. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى حامد أوغلو الكاتب السياسي التركي.